لا يحتفلان بعيد العشاق ولا وجود للمناسبة في قاموس حياتهما، لكنهما يعيشان العيد بأجمل ما يكون. صفية تهدي زوجها يوسف إحدى كليتيها، لا بل أنها لم تقبل إلا أن تهديه الكلية الكبيرة. الحب عبارة عن انسجام بين شخصين، بيولد للزواج، بيولد انه نبني العائلة، مستقبل نتكتف ايد بايد. بس انا عندي الحب عبارة عن تضحية ووفاء. ما بيهمني هلا بعيد الحب اقدم له وردة او اقدم له دبدوب احمر مثل ما العالم كلها معتبرتها، لا، انا قدمت له اهم شيء بحياتي ومش ندمانة، واذا بده التاني مستعد. كنا بالقبل نهدي بعضنا ورد ومثلا ثياب او اي قطع ذهب او هيك شيء، بس اليوم الهديه اللي اعطتني اياها هي سابقت علي واعطتني الهديه، يعني هديه العمر. هذا هو الاخلاص، هذا هو بالحب العن صحيح، هذا العطاء، هذا هي العطاء. شو الهبه يعني وقت الانسان بيهبك عضو من جسمه؟ تلك الصور قبل 7 سنوات، عروسان لا تسعهما فرحة. بعد سنوات كبرت الفرحة بانضمام ابنتين جميلتين إلى العائلة. قد ما وصف لك ظني عاجز، يعني عندها طيبة، أخلاق، إخلاص للبيت، لزوجها، لحياتها، أكمل وجه يعني، ونعم الزوجة من هالشكل. أخذت قرارها بسرعة ودون استشارة أحد، فهي ممرضة وتعلم المعاناة الناتجة عن غسيل الكلى. فتنا على المستشفى وبصلت نتيجة الفحوصات، بعت وراي الحكيم قال بدنا نعمل، بده جوزك غسيل كلى، الزلل عنده كتير عالي، وفي منفكر بمشروع الزرع. قلت له أنا مستعدة للزرع. قال أنت بعدك ما بحبز هاي الشغلة. قلت له دكتور أنا مستعدة للزرع، أنا بدي بلش بالفحوصات. قال لي صفية في عندك عوائب من وراها الشغلة، السبب الأول محتمل الموت، والسبب الثاني بدك تضطر بيوم من الايام تغسلي كلى. قلت له مستعده له اثنين. صفية ويوسف تقاسما بالروح الكثير، الان يتقاسمان شيئا بالجسد. عندي جوهرة وانا مش منتبه لهالشيء، كنت يعني مش معطيها كل هالاهتمام، بس هلا بهاللحظه لاحظت وعرفت قيمتها قديش هي، وعرفت قيمه العطاء اللي هو عندها والشعور اللي بدلتني. أكيد بدي أعوضها بالحب وبالحنان وبالحياة الحلوة والكريمة. اسمها صفية، وما قامت به يعد حبا صافيا، مفاده أن كل يوم هو عيد حب إذا كانت المشاعر حقيقية نابعة من القلب والروح. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بلدة تولين، جنوب لبنان.